هاد السيمانة اللي دازت شركة سبيس اكس قامت بآخر إطلاق في سلسلة إطلاقات تجريبية لصاروخ ستارشيب. في الإطلاق السابق الشهر اللي داز سبيس اكس تمكنت لأول مرة في تاريخ البشرية من التقاط صاروخ فضائي دافع رجع من حدود الفضاء الخارجي. الارتفاع ديالو قد عمارة من 20 طابق، تخيل عمارة من 20 طابق نازلة من السماء بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة وتعنقها في الهواء بحال هكذا. على الكبير من التعليقات في وسائل التواصل جاهم هادشي خيالي لدرجة تحب اليوم غير مونتاج ولا فوتوشوب. في الواقع هذا الإنجاز الغير مسبوق في تاريخ الهندسة الفضائية هو نتيجة ديال عمل جبار من شركة سبيس اكس وسلسلة إطلاقات تجريبية قبل من هذا وآخرين جايين من بعد هذا. غادي نشوفوا هادشي كامل في هذا الفيديو وغادي نشوفوا كذلك سورتو كيفاش داروا لهذا العجب الخيالي، علاش باغيين يوصلوا بهادشي وشنو كيمثل هادشي للمستقبل البشرية في الكون. هاد الصاروخ اللي كتشوفوا سميتو ستارشيب ولا سفينة النجوم، الهدف ديالو هو يخرج الانسان والمعدات من الارض في رحلات نحو القمر وكواكب المجموعه الشمسيه الاخرى بدايه بكوكب المريخ. طموح المسطي شويه ديال شركه سبيس اكس هو الانشاء ديال مستعمره بشريه فوق كوكب المريخ، يعني انه البشر غادي يتقسموا لجوج، غادي يبقاو بشر ساكنين هنا على كوكب الارض وبشر وحدين اخرين ساكنين في مستعمره فوق كوكب اخر في السماء اللي هو كوكب المريخ. علاش وكيفاش واش اصلا هذا الشيء ممكن ولا غير خيال علمي؟ خليكم معنا. قبل ما نبداو هذه الحلقه مدعومه من طرفكم انتما، من طرف مشاهدات ومشاهدين بحالكم، سواء اللي مقيدين في باتريون ولا اللي خداو الاصدار الخاص ديال يوميات الكون 2024. اذا بغيتوا تنضموا لعائله المساندين يمكن لكم سواء تقيدوا في باتريون من دابا ولا ترقبوا الاصدار الخاص الجاي ديال يوميات الكون 2025 اللي غادي يخرج قريبا بحله جديده. نبداو. باش تبني مستعمرة بشرية فوق المريخ خاص نوع قوي ومتقدم جدا ديال الصواريخ لجوج ديال الاسباب. اولا حيتاش خاصك تهز بزاف ديال الثقل، باش تبني مستعمرة خاصك تهز الاف ديال الناس والماتريال الثقيل اللي غادي يدير الاساس ديال هذه المستعمرة. وثانيا باش تبعد من كوكب الارض خاصك قوة دفع رهيبة، بلا كاع ما يكون عندك الثقل خاصك قوة دفع رهيبة عساك الا كان عندك هذا الثقل كامل. اجيو نشوفوا هذا الشيء هنا. الأغلبية ديال الأقمار الصناعية اللي كاينة دابا بما فيه المحطة الفضائية الدولية، يعني كاع صور الفضاء ديال رواد الفضاء في المحطة الدولية اللي شفتو كاينين في مدارات كيتسموا Low Earth Orbit ولا المدار الأرضي المنخفض، الارتفاع بين 160 كيلومتر و 2000 كيلومتر ماكسيموم. المدار ديال المحطة الفضائية الدولية إلا بغينا نحطوه هنا غادي يكون هنا على ارتفاع 408 كيلومتر، يلا أبن خارج الغلاف الجوي ديال الأرض. في واحد الحلقه قديمه، ثاني حلقه علميه حطيتها في القناه سميتها علاش القمر ما كيطيحش على الارض، كنا شفنا كيفاش كيشتغلوا المدارات. هادشي شفنا في واحد التجربه تخيليه كان دارها اسحاق نيوتن ايامات زمان. نيوتن تخيل واحد المدفع محطوط فوق واحد الكوديه في الارض، هاد المدفع اذا طلقنا منه قذيفه بقوه قليله غادي تبعد شويه القذيفه من الكوديه وغادي ترجع تطيح. اذا زدنا القوه ديال الاطلاق غادي تزيد تبعد القذيفه عاد غترجع للارض. اذا بقينا غاديين كنزيدوا في القوه كنزيدوا غادي نوصلوا في واحد اللحظه اللي القذيفه كتبقى كطيح بشكل مستمر حول الارض وهو اللي كنسميوه المدار. هذا الشيء هو اللي كديروا المحطه الدوليه، كطيح بشكل مستمر على الارض. داك الشيء على فكره علاش الناس اللي فيها كيبانوا لنا كيطيروا، حيت هما في الحقيقه كيطيحوا بشكل مستمر، بحال تقول شي اسانسور الله يستر تقطع له الحبل وكيطيح نحو الارض، الناس اللي فيه غادي يحسوا براسهم كيطيروا لداخل. المحطة الدولية اللي موجودة في مدار حول الأرض حتى هي كطيح بحالها بحال لاسانسور، ولكن كطيح حول الأرض خلافا لاسانسور اللي كيطيح حتى هو ولكن كيطيح نحو الأرض. إذا بغيتوني نشرح أكثر هذه القضية خليو تعليق لتحت ونقدر ندير ستوري في انستغرام نشرح أكثر. ما علينا، نبداو فين سالينا في هذيك الحلقة القديمة ونحاولوا نتخيلوا شنو غادي يطرى إذا زدنا القوة ديال المدفع ديالنا فوق هذه القوة اللي خلات القذيفة تدور حول الأرض. اللي غادي ترى هو انه كل ما زدنا القوه كل ما كنصيفطوا القذيفه ديالنا للمدار اعلى وابعد من الارض. اذا صيفطنا القذيفه بقوه هائله غادي نقدروا نخرجوها تماما من المدار ديال الارض. الصواريخ طبعا ما كيتلاحوش من مدفع بحال مدفع نيوتن، ولكن الدفع جاي من الصاروخ نفسه من المحركات اللي فيه. كل ما كان الصاروخ فيه محركات قويه كتعطي قوه دفع ولا ثراست كبير كل ما غادي نقدروا نمشيو لمدارات اعلى. هذا الثراست كيتعبر بالكيلو نيوتن ولا مليون باوند عند الخوت في الامريكان. هذه صورة فيها بعض من أعتى الصواريخ اللي صنع الإنسان، بعض منهم ما بقاش كيتخدم بحال الصاروخ الأيقوني ساترن 5 اللي مشاو فيه البشر للقمر في الستينات والسبعينات. بين قوسين إذا بغيتو نصاوب فيديو على رحلات الإنسان للقمر باش تقنعوا هذيك صاحبتكم ولا صاحبكم اللي كيقول الإنسان ما مشاش للقمر وهوليود وكاع داكشي خليو لي تعليق لتحت. الصورة فيها كذلك صواريخ مازال في طور إنجاز بحال الأسلس ديال ناسا ولا لونغ مارش 9 ديال الصين.
الصاروخ ديالنا اللي كنهضروا عليه اليوم قوه الدفع ديالو 71200 كيلو نيوتن، اقوى صاروخ في تاريخ البشريه، سواء الصواريخ اللي ليبراو سوارت ولا اللي مازال في البلان. صاروخ ستارشيب ماشي فقط هو اقوى صاروخ، ولكن هو كذلك صاروخ قابل لاعاده الاستعمال، ريوزابل روكيت، يعني عنده القدره انه يطلع للفضاء ويرجع للارض ويعاود يطلع. قبل النشأة ديال شركه سبيس اكس كاع الصواريخ ديال الفضاء كانوا كيتستعملوا مره واحده، صاروخ كيهز الحموله للفضاء كيليبري الحموله ومن بعد كيتفرشخ في الارض في الغلاف الجوي ولا كيبقى في السماء. اما الصواريخ ديال سبيس اكس كيقدروا يطلعوا للفضاء يقضيوا غرض ويرجعوا ويعاودوا يطلعوا. سبيس اكس اليوم ديجا كيمتريزيو هذه التكنولوجيا بشكل تجاري روتيني، خاصة في صاروخ فالكون 9 اللي في تاريخ كتابة الحلقة دار 391 عملية ناجحة ديال الإطلاق والعودة. الفضاء في العهد ديال سبيس اكس ولا بحال داكشي ديال تاكسي كورسا غادي يجي. مازال عقل على هاد اللقطات الايقونية في عام 2018 باش كانوا سبيس اكس صيفطوا صاروخ فالكون هافي اللي فيه جوج صواريخ فالكون 9 رجعوا بهذا الشكل السينمائي للأرض. هذه القضية ديال الصواريخ قابلة لإعادة الاستعمال طبعا كترخص التكلفة ديال الذهاب للفضاء بشكل هائل، ولكن كذلك هذه القضية ضرورية لبناء مستعمرة بشرية في المريخ ولا حتى محطة في سطح القمر. علاش؟ اولا حيتاش خاصك دير حمولة ثقيلة بزاف وبشكل متكرر، وهذا الشيء ممكن فقط اذا كنتي غادي جاي كورسا للمريخ بصواريخ قابلة لإعادة الاستعمال. ثانيا هذه إعادة الاستعمال كتساعد كذلك في التغلب على واحد الحاجة في الهندسة الفضائية سميتها The Tyranny of the Rocket Equation ولا طغيان معادلة الصاروخ. شنو هادشي؟ الفكرة هي انه كل ما تزاد تقل ديال الصاروخ اللي باغي دير للفضاء كل ما خاصك وقود اكثر باش تصيفطو. المشكل انه اذا زدتي داك الوقود للصاروخ غادي يولي عندك صاروخ اثقل، يعني كيحتاج المزيد من الوقود باش يطلع. يعني تما بقيتي صاروخ ثقيل خصو وقود اكثر، ووقود اكثر كيعطيك صاروخ اثقل. واحد الحاجه اللي في شكل في كوكب الارض هي انه باش تخرج من الارض هذه المعادله يلا ابين عندها حل، يعني على والو لو كانت الارض اثقل غير شويه من الكتله ديالها كان غادي يكون الخروج من الارض امر مستحيل. ولكن لحسن الحظ لي باراميتر ديال الكون اللي حنا فيه والكوكب اللي لقينا راسنا فيه مع بعض العبقريه الهندسيه الخروج منه نحو الفضاء هو امر ممكن. اذا بغينا صاروخ اللي هائل وقادر يهز حمولات ثقيله يعني خاصو بزاف ديال الوقود ونصيفطو حتى للمريخ، خاص شي افكار خارج الصندوق باش نوبتيميزو هذا العجب اكثر ما يمكن. الفريق ديال سبيس اكس بدعوه في واحد الفكره عبقريه للتغلب على المعادله الطاغيه ديالنا، وهي كالتالي: علاش ما نقسموش الصاروخ ديالنا لجوج ستيجز ولا جوج صواريخ؟ واحد ستيج هو صاروخ ستارشيب الاساسي اللي بغينا نديوه للمريخ اللي فيه الناس والسيكان ديالهم والمشاش طبعا، والستيج التحتاني اللي سميتو سوبر هيفي بوستر ولا نقدروا نسميوه في الحلقه غير بوستر، الهدف ديالو هو يرفع ستارشيب للمدار الارضي ومن بعد يرجع بحال. اللي غادي يطرى هو ان البوستر غادي يرفع ستارشيب اللي غادي يكون هز الحموله، ولكن ستارشيب غادي يخلي بلاصه خاويه في الخزان ديال الوقود ديالو باش يخفف الثقل ويقدر يوصل للمدار. من بعد غادي يطلع ستارشيب واحد اخر مهزوز حتى هو ببوستر واحد اخر وعامر بالبلان ديال الوقود. ستارشيب الثاني غادي يتلاقى مع ستارشيب الاول وغادي يعمر له البلان ديالو في الفضاء الخارجي في واحد العمليه نصطيه كتسمى اوربيتال ريفيولينغ، تزويد الوقود المداري. ستارشيب الثاني غادي يتلاصق مع ستارشيب الاول في الفضاء الخارجي وغادي يدوز له الوقود في السماء ويرجع بحاله. هذا الوقود الجديد غادي يمكن ستارشيب الاول انه يعطي راسو داك الدفعه الهائله الزايده باش يخرج من مدار الارض بحال اللي شفنا في الاول ديال الحلقه. باش غادي يوصل للمريخ غادي يقدر ستارشيب يتعمر بوقود مصنوع محليا تما في المريخ، وما غاديش يحتاج البوستر باش يرجع حيتاش الكتله والجاذبيه ديال المريخ اقل من الكتله والجاذبيه ديال الارض، ومعادلات الصواريخ تما الطغيان ديالها ظريف وكيسمح بالعوده للارض بدون بوستر. في شتنبر 2019 ايلون ماسك اعلن على هذا المشروع ديال سفينه النجوم في واحد الحدث بين فيه المشروع ديالو ديال استعمار المريخ وبين هاد البهلوانيات الفضائيه اللي المفروض ديرها سفينه النجوم. العرض ديالو لقى بزاف ديال الحماس ولكن كذلك مقدار كبير ديال الشكوكيه، بان لبزاف ديال الناس على انه مجرد خيال علمي ومستحيل يدار في اي مستقبل قريب. الصناعه ديال صاروخ من هذا النوع كتحتاج لتصميم نوع جديد تماما ديال المحركات، محرك رابتور انجين اللي باش يعمر هاد الكايد شارج المسطي خاصو تكنولوجيا ومواد جديده باش يقدر يعطي الثراست المطلوب والدقه المطلوبه ويتحمل مقادير هائله ديال الحراره والضغط بلا ما يتفرتت. قوه هائله، دقة هائلة وتحمل هائل. ثانيا صاروخ ستارشيب بعد ما كيحرق داك الوقود المتريبلي كتولي عنده سرعات مدارية خيالية، يعني إذا بغيناه يرجع للأرض غادي يضطر أنه يتضرب مع الغلاف الجوي الأرضي ويرتطم به بطاقة احتكاك خيالية. يعني الماتريال اللي مصوب منه الصاروخ والدرع الحراري هيت شيلد ديالو خاصو يقدر يشتت ويتحمل الحرارة بشكل غير مسبوق في صناعة الفضاء. والصعوبة الثالثة هي كاع هاد الحركات الفضائية الغير مسبوقة اللي ما عمرهم داروا في تاريخ صناعة الفضاء، بحال تزويد بالوقود في الفضاء الخارجي اللي شفنا، ولا القضية ديال الالتقاط ديال السوبر هيفي بوستر في الهواء بشكل كيسرع إعادة الاستعمال ديالو. من هاد الإعلان ديال 2019 دازت غير 4 سنوات اللي هو رقم قياسي رهيب
تم فيه البناء ديال النماذج التجريبيه الاولى وعمليات الاطلاق التمهيديه. من بينها هذا الاطلاق اللي تجربت فيه عمليه البالي فلوب مانوفر اللي كيكون فيها الصاروخ جاي على كرشو باش يتحكم على الهواء يفراني، وفي اللحظات الاخيره كيتقلب واقف وكيطلق المحركات ديالو باش يدير عمليه النزول. هذه الاطلاقات التمهيديه وجدت الطريق لسلسله جديده من الاطلاقات التجريبيه هي اللي حنا فيها دابا، واللي بداو يصيفطوا فيها الصاروخ الكامل فولي ستاكت، يعني التركيبه ديال ستارشيب المحمول فوق سوبر هيفي بوستر. هذه سلسله الاطلاقات بدات بالاطلاق الاول في ابريل 2023. الاطلاق الاول قدر فعلا يطلع ولكن تفرشح قبل ما يوصل للسرعه المداريه. الاطلاق الثاني ما وصلش للسرعه المداريه ولكن تمت فيه بنجاح واحد الحركه فضائيه حتى هي ايقونيه سميتها هوت ستيجين. شنو هي هاد هوت ستيجين؟ هي انه اثناء الاطلاق ديال الصاروخ في ديك اللحظه باش البوستر التحتاني كيسالي خدمته وكيخوت تقريبا من الوقود وكينفصل من الصاروخ الفوقاني، اننا كنشعلوا المحركات ديال الصاروخ الفوقاني اثناء عمليه الدفع ديال البوستر التحتاني. يعني كيكون الصاروخ التحتاني مازال سخون حاط لاصق في الصاروخ الفوقاني كيدفع فيه، وفي نفس الوقت كيشعلوا المحركات ديال الصاروخ الفوقاني باش ياخذ لا غوليف باش يبقى الصاروخ عنده نفس براست بروفايل، يعني ما يحتاجش الصاروخ الفوقاني فريني ولا ينقص من لاكسيليراسيون ديالو وعادي ديماري، ولكن غادي يبقى غادي بنفس قوه الدفع. هذا البلان ديال تشعل محركات الرابتور الرهيبه في الوجه ديال السوبر هافي بوستر وهما في السماء حتى هو كيحتاج لدراسه دقيقه باش الغاز الرهيب اللي خارج ما يشتتش البوستر. داكشي علاش زادوا واحد الحلقه رينغ بيناتهم كتحمي البوستر وكديفليكت الغاز ديال المحركات الفوقانيه. في الاطلاق الثالث الصاروخ قدر يحرق الوقود بشكل كامل بما في عمليه الترانسفير ديال الوقود في وسط ستارشيب بشكل كيجرب عمليه الريفيولينغ في الانعدام الجاذبيه. مازال ما داروش هذا العجب بين جوج صواريخ ولكن جربوا كيفاش ان الوقود يقدر يتنقل من غرفه لغرفه في وسط نفس الصاروخ في الفضاء الخارجي. الصاروخ بجوج الاجزاء ديالو تفرقع اثناء الرجوع للارض ولكن تم جمع كم هائل ديال البيانات منهم. الاطلاق الرابع في يونيو 2024 تم فيه لاول مره الهبوط المتحكم فيه في المحيط بلا تفرشيق في الهواء بلا والو، لا ديال البوستر ولا ديال ستارشيب اللي هبط في المحيط الهندي. هذو لقطات ديال النزول الدقيق والمحكوم ديال البوستر في خليج المكسيك. الصور خذتهم كاميرا مركبه في واحد لابوي كتفلوطي فوق الماء اللي كانت بالضبط في البلاصه في البحر فين كان متوقع الهبوط. وهنا وصلنا للاطلاق ديالنا اكتوبر 2024، الاطلاق الخامس اللي كان عنده هدف اساسي هو تجريب لاول مره ديال ريتيرن تو لونش سايت، يعني البوستر يرفع ستارشيب للفضاء وبدل ما يطيح في المحيط بحال الاطلاقات السابقه غادي يرجع للبلاصه منين تطلق تكساس ويشدوه الادرع ديال هذا البرج. علاش هذه القضيه ديال يشدوه الادرع بدل ما ينزل على رجليه؟ حيت بحال شفنا قبيله مع المعادله الطاغيه ديالنا اللي ما كترحمش، الا بغيتي تخرج للفضاء خاصك دير الحساب لكل كيلوغرام زايد. هذا الميكانيزم ديال التعناق يعني انه تقدر ترخص عليك وتحيد تماما الميكانيزم والارجل ديال الهبوط، خاصه ان هذا البوستر الهدف ديالو هو الدفع في الارض وما غاديش يحتاج يمشي للقمر ولا للمريخ وينزل في شي بلاصه ما عمر مشى ليها الانسان، يعني ديما غادي يلقى شي برج مستعد يعانقو في الهواء ملي يرجع. نرجعوا دابا نشوفوا الاطلاق الخامس من الاول بالصوره والصوت الحقيقي ديال المحركات الرهيبه ديال الرابتور انجينز. هذا العجب اللي كتشوفوه هو اضخم جسم تم الرفع ديالو من الارض في التاريخ، سواء صواريخ ولا طياير بجميع الانواع ديالها. الارتفاع ديالو الاجمالي فايت 121 متر، فايت حتى برج توين سنتر اللي كاين في كازا اللي الله فيه 115 متر. تخيل ترفع التوين سنتر للسماء وتعاود تنزلو، كيوزن 500 طن. البوستر ديالو الثاني فيه 33 محرك رابتور كيعطيوه اقوى قوه دفع في تاريخ صناعه الفضاء. كل محرك منهم عنده قوه دفع ديال 2300 طن اللي بها باش كيبانوا هذه الاشكال اللي كيتسموا شوك دايموندز، اللي هما سينياتور ديال المحركات الرهيبه اللي الغازات اللي كتنفت منهم كتفوت السرعه ديالهم سرعه الصوت. تخيلوا القوه الهائله ديال 33 محرك من هادو شاعلين كاملين. عمود اللهب الرهيب اللي كيبانوا فيه الشوك دايموندز شي فوق شي كيوصل الطول ديالو لمئات الامتار. تخيل عمود اللهب الطوله ديالو قد شارع فيه 400 متر. هنا الصاروخ وصل تقريبا لارتفاع 70 كيلومتر. لاحظوا الهوت ستيجين وكيفاش المواتر ديال ستارشيب كيشعلوا قبل ما ينفصل البوستر. على اليسار كتبان الكاميرا اللي في ستارشيب وعلى اليمين الكاميرا ديال البوستر. داك النقيطه البعيده اللي كتبان هي البوستر مصور من ستارشيب وكيبان المواتر ديالو شاعلين كيحاول يقد التوجيه ديالو باش يرجع حالته للموقع اللي انطلق منه. في اليمين الكاميرا اللي في الراس ديال البوستر كتبين داك الليباط اللي غادي تشد منهم الصاروخ في داك البرج في النزول. هنا منين الادرع ديال البرج غادي يشدوا الصاروخ في النزول. في واحد اللحظه البوستر كيطفي كاع المحركات ديالو وكيبقى غادي كيبلاني كيغلايدي باستعمال هاد جنيوحات صغار ديال الشبكه باش يوجه راسو وهو هابط في طبقات الغلاف الجوي اللي هو غادي وكيولي اكثر كثافه فيهم. في هذا المشهد كتبان داك الحلقه اللي هضرنا عليها قبيله كتنفصل وكتوجه راسها باش تمشي تحت بوحدها في خليج المكسيك. هاد البيسه غادي تمشي في سبيل الله وغادي يعاودوا
نركب واحدة اخرى جديده فوق البوستر في الاطلاق الجاي. هنا كيبانوا المحركات ديال البوستر وخطفين ولكن متوهجين. داك الوهج جاي من الاحتكاك ديالهم الرهيب مع الهواء اثناء الهبوط. هنا المشهد من كاميرا البوستر ملي كيقرب لموقع الهبوط بسرعه هائله، كيشعلوا 13 من محركات الرابتور وكيفرانيو البوستر من سرعه 1200 كيلومتر في الساعه لسرعه الصفر فقط 20 ثانيه. المشهد من الارض كيبان بحال هكذا. التقطوه كاميرات عديده ديال سبيس اكس ولا ديال لي زاماتور والناس اللي جاوا يتفرجوا. فهاد الاثناء ستارشيب حرق حتى هو الوقود ديالو باش يسافر في مسار تحت مداري سب اوربيتال. كانت عنده لارجمون القوه باش يتحط في مدار حول الارض ولكن هذا غير اطلاق تجريبي، والهدف هو انه ينطلق من تكساس هنا ويعبر هذا المسار كامل المحيط الاطلسي القاره الافريقيه وينزل هنا في المحيط الهندي بشكل متحكم فيه. هذا الوهج اللي كتشوفوه هو الاحتكاك ديال الدرع الواقي اللي مكون من ديك الرخامات الكحل اللي كيشكلوا الدرع واللي كيخففوا اثر الاحتكاك ديال جسم الصاروخ مع الهواء. واحد الحاجه فكرت فيها ملي شفت هذا الوهج في اطلاقات سابقه هي الروعه ديال اننا كنشوفوا نفس النوع ديال الوهج ولا البلازما اللي كتبان في الشهب والنيازك ولا لي زيتوال فيلونت ملي كيتحكم على الهواء اثناء الارتطام ديالهم في الغلاف الجوي. هذا الضوء اللي كتشوفوه هو الضوء ديال البلازما، نفس البلازما اللي كتبان ملي شي نيزك كيدوز فوق منا في السماء واللي كينتج على الضغط المفاجئ الهائل ديال الهواء والاحتكاك ديال الجسم مع الهواء. فكرت في كيفاش البشر عبر الاف السنين شافوا هذه النيازك كتفلاشي في السماء حتى جينا حنا للبشر وصوبنا صاروخ وحضرنا في عام 2024 على كاميرا مركبه كتبين لنا وهج شبيه بوهج النيازك بصور مباشره من المسافه الصفر. زمن فعلا رائع اللي كنعيشوه. باش صاروخ ستارشيب قرب للسطح دار ديك الحركه اللي شفنا قبيله ديال بالي فلوب مانوفر، قلب من على كرشو الوضعيه عموديه وشعل المحركات ديالو باش يفراني. كلشي خدم وطبعا بحال اللي كان مبرمج صاروخ ما غاديش يلقى فين يوقف في الماء وغادي يميل ويطيح. اخر اطلاق اللي كان السيمانه اللي دازت كان شبيه بالاطلاق الخامس، تم فيه الغاء الالتقاط ديال البوستر في اخر لحظه بسبب انقطاع الاتصال مع الحاسوب ديال البرج. فهاد الاطلاق جربوا دخول اعنف ديال ستارشيب اللي ارتطم مع الغلاف الجوي بزاويه قاسحه اكثر باش يجربوا قدره التحمل ديال الدرع الواقي اللي حيدوا منه بزاف ديال الرخامات باش يستريسيوها اكثر ما يمكن. الرحلات التجريبيه ديال ستارشيب طبعا مازال مستمره. في عام 2025 متوقع اول اطلاق مداري كامل والتجريب ديال داك الخيال العلمي الاخر ديال ستارشيب الاول كيعمر الوقود في ستارشيب الثاني وهما بجوج في الفضاء الخارجي. متحمس من دابا اللقطات اللي ربما غادي نشوفهم في العام الجاي 2025. كاين بزاف ديال الناس بما فيه ناس في صناعه الفضاء كيشكوا في الامكانيه ولا الجدوى ديال انشاء مستعمره بشريه على المريخ في اي لحظه من المستقبل القريب. قضية ديال تحويل المريخ لكوكب صالح للحياة ولا terraforming Mars هو أمر كيحتاج لوقت طويل والتكنولوجيا مازال ما كايناش اليوم، وكاين اللي كيقول نصرحوا بعد المشاكل اللي عندنا هنا في الأرض عاد نمشيو نستعمروا كوكب واحد آخر. هادشي خاصو ربما حلقة كاملة ولا بودكاست نقدروا نناقشوا فيها هادشي، ولكن سبيس إكس وإيلون ماسك كيقولوا أن الهدف هو أنه في شي لحظة البشر يوليو ساكنين في جوج كواكب بدل كوكب واحد. باش إذا جا شي نيزك ضرب الأرض بحال هذاك اللي قضى على الديناصورات مثلا، على الأقل يكونوا بشر في بلاصة أخرى من الكون يحملوا المشعل ديال البشرية وديال الوعي والذكاء في الكون. رأيي مبدئيا يحترم في نظري. خلي رأيك أنت ولا أنت في التعليقات لتحت. جميع الأحوال رحلة ستارشيب المبرمجة الأولى اللي غادي يكون فيها بشر ما غاديش تكون للمريخ ولكن غادي تكون نحو القمر ربما كاع في 2026 إذا كلشي بقى غادي مزيان. هاد الرحلات غادي يكونوا بشراكة مع واحد البرنامج ديال ناسا سميتو أرتميس اللي مقرر فيه أنهم غادي يبنيو محطة ولا قاعدة دائمة في القمر. يعني رواد فضاء غادي يكونوا ساكنين وغادي جايين لسطح القمر واللي غادي تكون أول خطوة تمهيدية في هذا المشروع المسطي ديال مستعمرة المريخ. كنت درت لقاء كامل هذه المدة حطيته بشكل حصري في باتريون للمساندين تما مع نجود ميرانسي المسؤولة في وكالة ناسا على البرمجة ديال هذا المشروع نيت ديال أرتميس ديال إرجاع الإنسان للقمر. غادي نحطو قريبا هنا في القناة المغربية وكذلك في القناة الإنجليزية الجديدة اللي فيها لقاءات مع علماء وفلاسفة تقيدوا فيها إذا مازال ما مقيدينش. رائع أن البشرية خدامة على مشاريع من هذا النوع اللي كتوسع النطاق والآفاق ديال البشر في الكون. وبحال اللي الالتقاط ديال صاروخ قد عمارة من 20 طابق كان كيتعتبر خيال علمي إلى حدود اليوم،
ربما فقط ربما بفضل سلسلة متوالية من الإنجازات الشعبية وبفضل العبقرية والعمل والحماق ديال فرق شغوفة من البشر، ربما إنشاء مستعمرة بشرية في عالم واحد آخر في السماء يدوز حتى هو من الخيال العلمي ويولي واقع حقيقي. سلامة.